فيروس كورونا ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل على كثير من الناس، وفيه أوجه إيجابية لعباد الله المؤمنين. صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهو ليس رعبا، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنت مخلوق من مخلوقاته، والله قادر على كل شيء. وهناك جانب سلبي فيما يتعلق بأن هذا سيكون عقاب لغير المؤمن، للمجاهر بالمعصية المحارب لله عز وجل، فهو خير للمؤمن شر على غيره، وهذا أمر يعلمه أهل الإيمان. طيب، لذلك دائما المؤمن مطمئن فيما يتعلق بالنكبات والكوارث والنوازل اللي يعني تلم بالإنسان أو بالمجتمع بشكل عام. دائما المؤمن مطمئن، راضي، مرتاح، ويعلم بأن كل شيء يقدره الله عز وجل هو خير له. وترى هكذا يعني تدار الحياة الدنيا، يعني تحدث فيها كوارث، تحدث فيها أمور عظام لتعديل أمور أخرى. جيد، فأنت ترى قد ترى الجانب السلبي، لكن ترى هناك جوانب إيجابية كثيرة قد لا تعلم. في هذا الحدث، طيب، في أزمة الطاعون والفيروسات، يرجعون إلى الله عز وجل، يعني توه يعرف أنه عبد من عباد الله. فهذه فرصة ونعمة، ترى نعمة قد ما يدركها البعض، فيتقرب إلى الله عز وجل. أيضا الناس يدركون مدى عظم وقدرة الله عز وجل، يعني بفيروس يستطيع جل في علاه أن يقلب الدنيا رأسا على عقب، فما بالك بقوته وهو الجبار العظيم المتكبر، بيده ملكوت كل شيء حقيقة. وبذلك أن تدرك بأن يعني شك الدبوس شوف كيف تسوي في العالم كله. فهذا يعني فيروس صغير مجهري ما أرسل عليك أسد. غير المؤمن ممكن ما يدرك هذه المسألة، هناك نظرة أخرى ممكن يرى والله هذا فيروس، وسنعمل عمليات وقائية، وفي الصيف سيموت في درجة حرارة كذا وكذا، والمناطق طبعا هذه من الأسباب التي جعلها الله عز وجل في حقيقة الدنيا، في حقيقة الدنيا أنها من شؤون الدنيا الأسباب المتعلقة بالمعرفة والعلوم. والله عز وجل أمرنا بالقراءة والعلم والاطلاع لنعرف كيف نتصرف مع مثل هذا الأمر يعني. وكشف لنا هذا الفيروس حقيقة حتى في السلوك الإنساني والشخصي لبعض الناس كيف يتعاملون مع هذه، يعني حتى الجانب الإيماني عند بعض الناس اكتشف الآن. جيد، أن هذا الشخص يتعامل بإيمان، يتعامل بمعرفة مع مثل هذه الأمور، لأن الإسلام بيّن لنا كيف نتعامل وكيف نتصرف من الناحية التطبيقية، طيب، في المسائل العلاجية ومسائل الحجر الصحي وما إلى ذلك. طيب، من 1400 سنة. صباح الخير يا طيب الأخ اللي وراء اللي هنا، طيب اللي يقول ما يدري. جيد، فهذا جانب. الجانب الآخر، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، يلا ها ورنا كيف ستتعاون مع جارك أو مع الضعيف اللي ما راح شراء أغراض مثلا وصار عنده حجر وعنده كذا، هل تعاونت معه، هل سانت معه؟ ترى كل هذه عبادة لله عز وجل. والبعض يقول والله أنا خلاص أنا عندي فلوس وبهج، وين تهج الله يرضى عليك. الآن تحول من وباء إلى جائحة، الآن يجوب القارات والدول وما بقي أحلى وهو عرضة، فما في مكان تروح فيه سواء أنك تجلس في بيتك، طيب، وتقوم بحجز وحبس نفسك. طيب، هل هذا رعب؟ لا، ما هو رعب، هذا بالعكس الآن فرصة لأن تعيد النظر في حياتك مع أسرتك وعيالك، وتعيد صياغة منهجية حياتك أنت، وتتعرف على الله جل في علاه في العقيدة، دروس عقيدة جيد، قراءة قرآن، الاستفادة، الاستغفار، تنمية مهاراتك الدينية. ورسالة، بحكم أني يعني مستشار وتعرض علي العديد من المصائب والطوامل اللي بين البشر، هذه فرصتك الآن أن تتحلل من إخوانك،
اللي ظلمتهم واللي سرقت أموالهم واللي اعتديت عليهم واللي استخدمت الحيل والأنظمة والقوانين ضدهم حتى تنهب أموالهم وممتلكاتهم وحتى تعتدي على المسلمين وتتقوى على عباد الله وزوجها المسكينة التي تعذب وتضرب، الأشخاص اللي اعتدي عليهم بالتحرش والإيذاء والاغتصاب وما إلى ذلك، الإذلال الخلق والتكبر عليهم. الآن يا عزيزي فرصتك أنك تتوب إلى الله عز وجل وأنك تتحلل من الخلق حتى لا تفلس، ما تدري متى تموت. فلكل من اعتدى وظلم وتجبر وجاهر، يعني هذه فرصة لك، فرصة لك. أول تقول والله ما أدري متى أموت وعندك أمل طويل جدا في الحياة، الآن الأمل في الحياة مهدد، في الآن تطلع برا تصير مهدد تلقائيا، حتى وأنت داخل يجي واحد يجيبها لك، هذا الفيروس الصغير ممكن يدخلها لك. هذه فرصة، هذه رسالة من الله عز وجل، وبذلك أنا أقول أن هذه نعمة للمؤمنين، يعني بدام أنك مؤمن أن تدرك بأن هذه يعني رسالة، ها إشارة، تهيئة لك، تذكير لك بضعفك، ترى بضعفك وقوة الله جل في علاه. فهذا من أمر الدنيا، ترى غير أمر الآخرة، أمر الآخرة شيء مختلف تماما، ما في فيروسات، ما في إلا زبانية. إذن فالبعض عذب بهذا الوباء وهذه الجائحة والبعض أكرم، بعض الناس أغلقت عليه أبواب الدنيا جميعها، ما بقي شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما وجد له شيء في الدنيا أوجد الله له سببا لانتقاد الآخرة، انتقد الآخرة أبد في نعيم القبر وفي نعيم الآخرة. واضح الصورة؟ يعني بعد الضيق الذي عاناه في دنياه من أمراض وابتلاءات أو الاعتداءات وظلم وبغي عليه حتى أغلق الأمر، فذهب للآخرة الآن، ذهب. أنت ترى بأن الإنسان هذا يموت موتة وباء وهذا عذاب في نظرك، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن ترى كل واحد يختلف موتته عن الآخر، بعضهم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وآخر يعمل بعمل أهل النار طول حياته، طيب، حتى ما يكون بينه وبين نار جهنم إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأنت تشوف الشخص أصيب ودخل عناية مركزة أو لم يدخل عناية مركزة أساسا ومات، ما يدريك لعلها الآن انتقل من الجحيم إلى النعيم. الدنيا نار المؤمن وجنة الكافر. طيب البعيد لو أصبت قدرا وقضاء، هنا يظهر القضاء والقدر في إيمانك أنت، الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره، تحمد الله عز وجل، ترى غيرك يموت موت فجأة، والبعيد يعني إذا جاء مثل هذا المرض أو هذا الداء، طيب أعطاك الله فرصة للتوبة والعودة إليه، لأن هذه يعني هذه الأمراض وهذه الأوبئة ليست مانعة للتوبة، اللي مانع للتوبة أو ما تقبل توبته هو من غرغرت روحه، هذا جانب، أو إذا خرجت الشمس من مغربها. لكن لو واحد أصيب وصار عنده مهلة، ها، أن يحيى كم يوم يعود فيها إلى الله عز وجل، فيكون هذا كفارة له، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين اللي الآن بدأوا يتضررون، هذا ابتلاء لك، ترى ابتلاء، فإن كنت من المؤمنين، طبعا ترى فرصة، أنت الآن قاعد تخسر صحيح يا أبو الشباب، الآن فرصتك أن تتصدق، يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهذه فرصتك، تقول والله أنا خسائر، هذه خسائر دنيا، جيد،
حسابات بسيطة تستطيع أنك تعيدها إن كنت قادر على إدارة أعمالك بشكل جيد. أما أنك تولول وتنوح ففوت على نفسك الأجر والثواب يا صاحب. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أنت الآن تقول والله أنا قاعد أخسر، أنا والله إيراداتي نزلت 50%، تصدق. أنا والله الآن وقفت أعمالي، عندك فلوسات تصدق. على الأقل إذا ما عندك فلوس تصدق بابتسامتك بخدمة الناس بمساعدتهم. طيب ابتسامك في وجه أخيك صدقة. تشيل عن واحد ضعيف كيسة، طيب تشيلها من الأرض تحطها في السيارة، هذه صدقة منك. طيب والصدقة تقي مصارع إيش؟ السوء. فحتى تبتعد أنت عن مصارع السوء وتقي نفسك جيد، في أناس ترى الآن لم يتضرروا بهللة من هذه الأمور، لا أزمات اقتصادية تضرهم ولا الأوبئة ولا جوائح. الله يزيد في مالهم ويضاعف. عندك عقارات وتؤجر شهريا، خفف على المسلمين، خفف الإيجار. الآن الناس مثلا الآن أوقفت الأعمال، أغلقت الأمور هذه كلها، تقول والله يا أنا حقي وعقد. حقك حقك حقك، ما في خلاف، لكن لا تطلب الأجر على مثل هذا، لأن الله عز وجل أعطاك من المال ما تتقرب به إليه سبحانه. لأن هذا ما هو مالك يا أبو الشباب رضي الله عنك وأرضاك، هذا مال الله، والمال عالية عارية مستردة، فلازم أنك ترجع لله عز وجل والله بحاسبك. شفت المحاسبة القانونية؟ لا، هناك محاسبة أعظم. طيب هؤلاء عباد الله عز وجل، تبي تتعاون معهم هذا شيء جيد، ممكن الله يعاقبك بعد الداء، بعد شهر شهرين يتركونك، يتخلون عنك، يعرفون من الرجل. لكن الآن تأتي المكارم والشيم والأخلاق والوقفة المجتمعية، وأيضا سكان المساكن من بعض الصغار المستثمرين واللي يعني عندهم مشاريع صغيرة، إلا الآن توقف دخلهم بالكلية برضو لأصحاب البيوت. الله الله في أصحاب الأعمال الحرة. طيب اللي ما عندهم ادخارات، اللي توه فاتح له ترك وجالس يبيع فيه، طيب واللي يبيع أسر منتجة وما إلى ذلك، طيب هذا الآن وقتك أنت أنك تتقرب إلى الله عز وجل. نشوف الآن أو أري الله من نفسك ور عيالك، خلي عيالك يشوفون أبوهم كيف يتعامل مع عباد الله. على الأقل ادخل تاريخ الأسرة حقتك أن والله كان جدنا متصدقا رفيقا رحيما بالمؤمنين. ليه؟ لأنك إذا يسرت يسر الله عليك يوم القيامة وفي الدنيا بعد. وأختم لأني ما أبغى أطول حقيقة بالأسر المتعففة والأسر الفقيرة اللي ما لها أي ارتباط لا بجمعيات ولا بغيرها، طيب وكانت يعني لحد ما رب الأسرة أو القائم على الأسرة يستطيع أنه يدخل له كم قرش وهو في الشارع. الآن مع الحجر الصحي العام، دورك الآن أنك تأخذ أغذية طيب وأموال لمثل هذه الأسر اللي ما عندها أكل ولا عندها فلوس، يعني لا هو يقدر يروح يشتغل، ما في مجال أنه يعمل الآن إذا أوقفت ومنعت الحركة، ولا عنده أكل، تقول والله أنه عندها ادخارات طيب ودخل المجمع الهايبر طيب السوبر ماركت وعبى له 6-7 سلال أكل، ما عنده مسكين. الآن هذا دورك أنت، لا تقول ما أعرف، تعرف، ومن سأل متى. الله يوفقنا وإياكم. المعذرة وطرى على بالي شغلة معينة، يعني خصوصا يعني طبعا هذه الجهة عامة للمسلمين، ترى ما أتكلم أنا عنك أنت اللي جالس لي هنا وأرصدتك مليانة، في بلدان ومجتمعات إسلامية وإخوان لنا الآن يموتون طيب ولا أحد يدري عنهم. طيب أسرة توفي والدها وعندها الآن صار أيتام، زوجة وأبناء، ولا يمكن حتى ما عنده أولاد، كلهم بنات. طيب هذا دورك أنت الآن كجار كقريب، طيب أن تتقرب إلى الله، لعلك تتصدق والله ينجيك، ولعلك تتصدق وتقوم على هذه الأسرة وتكون هذه آخر أعمالك في الدنيا ويرفعك الله عز وجل بها في الآخرة. ترى والله فرصة يا أخوان، ترى هذه فرصة. أنتم تنظرون أو الكثير ينظر الجانب السلبي في الموضوع،
ولكن للمؤمن جوانب وأبواب إيجابية في مثل هذه الجائحة. السلام عليكم.